فكرة سامي الفهري. سمحني فكرة سامي الفهري. يعطيك الصحة لطفي العبدلي. الميسيون بتاعه الأخرى كان يسكرها ويرتاح نهار السبت خير مع ما استلست. عنده بتاع نهار اثنين طيارة. نستعرف أنا بكل شيرة. تحب نستعرف أنا نستعرف الفرق كم وقت. تاع نهار السبت ما استلست. كان أنا اليوم زاد الجمهور ما نقدم له كان ذاك اللي تقدم فيه كان تلفز الأخرين. عيات وسيات واللي اليوم ما عرت روحها نجيبها واللي اليوم ما عمل الفيديو ضربة نجيبه. جو با ما برميت خاطر في الاخر انا تحب ولا تكره قبيح وضامر ونجم بلبزه لكن عندي مسؤوليه عندي مسؤوليه اليوم الميدان الفني كيفاش ندافع عليه نحن كان ما نجيبوش لي زارتيست نحطوهم اون فالور سينو هو مثلا ناجح في ولاد مفيده وينجم ينجح له ولاد مفيده على خاطر عنده معناه راني كنعطيك حقك في كل شيء مش معناها راني ماهيش فما نقمه على عبيد ناجح كمخرج في الجو ذاك متاع مكتوب ولد مفيدة وكالجو متاع واحد وجماعة ملقاو شمهم ويغنين ملقاو شمهم يا فقراء ما عرفوا شمهم شكون ولا بوهم فهمتني؟